هل مدير المدرسة فقط المسؤول عن الكارثة اللي احنا شفناها النهاردة، ولا مين بتقع عليه مسؤولية حادثة النهاردة؟ طيب، في البداية برحب بحضرتك والدكتور محمد وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وطبعا لا ننسى اللي احنا نعزي أسرة الطالبة ونتمنى الشفاء للمصابين. طبعا هي المسؤولية مشتركة وتضامنية، بمعنى أنا ما ينفعش ألقي باللوم أو بالاتهام على مدير المدرسة فقط لا غير. أولا هو زي ما كان بيقول الدكتور محمد، احنا عاوزين نبقى فعل مش رد فعل. يعني احنا مش فوجئنا انه بداية العام الدراسي النهاردة مثلا او امبارح 1/10، هذا الموعد تم تحديده في وقت مسبق، والدراسة كانت تبدأ في 21/9، بدأنا نأجل بحيث ان احنا ننتهي من عملية الاعداد والتجهيز والمراجعة لكل المدارس اللي موجودة على مستوى الجمهورية، سواء كانت المدارس الحكومية او الخاصة او الدولية او غيرها. ايوه، انا بتكلم هنا على المدارس الحكومية لان هي الاولى بالرعاية، والمدارس الحكومية هي المدارس اللي احنا عايزين نرجعها لدورها الحقيقي التربوي والتعليمي والتأهيلي والإبداعي والثقافي والرياضي إلى آخره. وأنا متفائل بالوزير الجديد دكتور رضا حجازي، متفائل به من كونه أولا معلم، ولا يعلم مشاكل المعلم إلا من كان معلما، فهو يعلم معاناة المعلم، هو اشتغل في بداية حياته الوظيفية كمعلم، وبالتالي هو يعلم الإشكاليات والمعاناة والظروف. أنا لما فوجئت النهاردة بهذا الحادث، وطبعا هو حادث فردي، وهكلمك عن برضو مشكلة تانية ظهرت في الخنكة النهاردة برضو، بس دي المشكلة الأكبر اللي موجودة في كرداسة. الدور ما بين، أولا أنا بتكلم عن مدير المديرية، بتكلم عن مدير عام الإدارة، بتكلم عن مدير المدرسة، بتكلم عن الموظف المنسق المسؤول عن أنه عمل تقرير، ما هو أكيد اتعمل تقرير واتقال فيه مدى جاهزية واستعداد المدارس، فاسم المدرسة موجود ومكتوب جنبها انه المدرسة جاهزة وبحالة ممتازة مثلا او بحالة مرضية. السؤال هنا، هل التقرير ده مجرد اجراء روتيني على ورق ولا بينقل فعلا الواقع؟ بناء على اللي حصل، هو اجراء روتيني على الورق، لانه معناها انه لا حد راح المدرسة ولا حد شاف مشاكلها، هم قالوا والله هي الدراسة السبت والحد يلا هنبدأ ولما نبدأ نشوف، فصحينا كلنا على كارثة. طبعا النيابة العامة ستكشف أثناء التحقيق عن كل الملابسات والظروف والمسؤولية وتلقي الاتهامات، هل هو إهمال، هل هو تقصير، هل هو إلى آخره. ولكن بس ليا ملاحظة، الملاحظة أنه البيان اللي صدر أو وسائل الإعلام بتقول أنه الدراسة ستستمر من الغد في نفس المدرسة في نفس الموعد، أنا شايف أن ده إجراء غير سليم. بمعنى حالة الذعر والرعب اللي حصلت النهاردة عند الطلاب وأولياء الأمور، ما ينفعش بعدها مباشرة يا دكتور أقول إن الدراسة هتبدأ من بكرة في نفس المدرسة في نفس الميعاد. لازم يسبق عن هذا الإعلان إنه النيابة العامة تعين، وهيئة الأبنية التعليمية أعتقد إن لها دور وهي المسؤولة عن جاهزية هذه المدارس واستعدادها، وبالتالي لازم الأول يتم المعاينة والتحقيق، ثم نصدر بيان انه تم معالجة التلفيات والمدرسة الان جاهزة بشكل حقيقي وفعلي وواقعي لاستقبال اليوم الدراسي للطلاب. لانه خلينا احنا كده مكان حد من اولياء الامور، وعندي ابن او بنت تاني يوم، طبعا تاني يوم رايح نفس المدرسة، هقول له لا يا ابني لا يا بنتي ما تروحيش المدرسة لسه مش مستعدة، انا مش عاوز الاقي تاني خبر كارثي ان حد مات ففي حالة ذعر. فما ينفعش نتسرع لانه يبدو انه او من المؤكد ان المدرسة لم تكن جاهزة لاستقبال الطلاب. اذا احنا شايفين تسرع في كمان البيانات اللي صدرت عن وزارة التربية والتعليم، تحتاج الى تروي ودقة في نقل المعلومات والبيانات ورد الفعل.